من نقص المناعة لأسباب مختلفة، فبالتالي وبيبقى سريع الانتشار بينهم، والناس بتعاني بشدة، وده بتبقى حاجة فيروسية. طبعا انتقاله طبعا بيبقى عن طريق بنسميها دروبلت انفكشن، اللي هو عن طريق ان الناس بتبقى متلاصقة مع بعض. لذلك دايما بنلاحظ انتشار الفيروس المخلاوي ده بيبقى في الأماكن المزدحمة، على سبيل المثال المدارس، المحاكم، شهر عقاري، وحدات خدمية لأي سبب من الأسباب، مترو الأنفاق، بعض المستشفيات الحكومية اللي يبقى فيه تكدس للناس طبعا علشان كلهم جايين يكشفوا وما فيش توزيع صحي بالنسبة لهم. ودي نقطة بحب أنوه عنها بشدة، لأن ده معظم اللي جايين المستشفى دول بيعانوا فجايين يكشفوا، فبالتالي دول مرضى مؤكدين مع الحالات علشان نقدر ان احنا نتجنب الانتشار السريع للمرض. فيجب ان احنا دلوقتي ان الصحة هي اللي بتقود كل التصرفات التي تحكم كل الوزارات وكل الهيئات الحكومية، يجب كلنا نستمع للنصيحة ونلبيها تماما بدون اي تعديلات او اوضاع تخلينا ان احنا نقول ده صح وده غلط. اللي يقول صح وغلط بس في الوقت ده هم الاطباء والصحة، دون تدخل اي شخص اخر ليس له دراية بالنصيحة الطبية. طيب هنيجي نتكلم على الاعراض اللي ممكن يعاني منها الشخص. دي ممكن تبتدي بمنتهى البساطة ان ناس كتير بتيجي في الاول، يبتدي ان هو يحس ان في شكة في الحلق، يبتدي يحس ان في ارتشاح، يبتدي يجيله كحة، يبتدي يجيله شيء غير مسبوق، ان هو يحس ان جسمه كله متكسر وعنده صداع شديد جدا، وحاسس ان ده دور برد غير عادي، غير اللي كان بيعانوا منه قبل كده، او غير الانفلونزا اللي كانت بتجيله كل سنة، او الموضوع حاسس ان فيه اختلاف، بيبتدي يعاني بشدة. انا بس عاوز انوه على حاجة، ان احنا زي ما قلنا بالظبط كده ان الفيروس المخلاوي بيصيب الناس الضعاف او اللي عندهم مناعة ضعيفة او الاطفال صغار السن. احنا في الفترة دي فعلا بقينا بنلاقي مش بس صغار السن، بقينا نلاقي ناس في عنفوان شبابهم وصحتهم جيدة جدا وبيعانوا بشدة وبيقعوا نتيجة المرض ويبقى مش قادر يعمل اي حاجة. فده بيخلينا ساعات نفكر هل هو كلهم فيروس مخلاوي ولا وضع تاني مختلف. وده بيخلينا يجب ان احنا بنعمل فحوصات زيادة شوية، ودي بتبقى مسؤوليات الطب الوقائي في وزارة الصحة، وقائم عليه ناس نشيطين جدا. اعتقد ان هم لازم زي ما احنا بنقول ان احنا في مواسم، طبعا طالعين من مواسم الكورونا ومتحوراتها الكثيرة جدا لن تنتهي زي ما قلنا بالظبط كده عند حد معين، اللي قد يحدث ان ممكن يحصل خلط في وقت من الاوقات، ان يبتدي يبقى فيه فيروس مخلاوي، يبقى فيه متحورات كورونا، يبقى فيه حاجات كتير جدا. فيجب في الوقت ده ان احنا لازم بنرجع للاطباء وهم اللي بيحددوا ويقولوا ايه الصح وايه الغلط، وده فيروس نوعه ايه وده ايه، وده يحتاج علاج كذا ولا ما يحتاجش علاج كذا. احنا بنحاول نصل لصحة جيدة عن طريق الشمس، عن طريق القمر، عن طريق النجوم. المهم في الاساس هو الشخص ان هو يتعالج بدون مضاعفات، لان احنا لما بنهمل الكلام ده بنبتدي ناس تدخل في مضاعفات كثيرة جدا، ودي بنلاحظها في الناس اللي بتدي يجيب مجموعة انفلونزا او يجيب مسكنات من الصيدلي، يبتدي يحس ان هو كويس بعد اسبوع يجينا شايلينه على الاعناق. وده للأسف الشديد ان بقت ثقافة ان احنا لا نطلب المشورة الطبية الا مسنودين او محمولين على الاعناق، وده شيء مش مطلوب. المطلوب ان احنا نبتدي، وزي ما كنا بنقول الوقاية خير من العلاج، ان الناس بتبتدي ترتدي الكمامات. اي حد بيعاني في اي جهة حكومية يجب ان يعزل على الفور ويسمح له باخذ الراحة المطلوبة عن طريق التوصيات الطبية. ما نقولش لا ده بيتدلع، ده الكلام ده مش مظبوط خالص. فمهم جدا ان احنا لازم نستوعب المرض ونفهم الخطورة بالظبط، وان دي ممكن علاج الشخص يكلف مبالغ طائلة، غيابه عن العمل بيكلف مبالغ طائلة، لكن الوقاية لا تكلف سوى الكمامة وسوى ان انا اعزله واقعده في بيته. كده بنجي المصلحة كلها عن طريق ان انا قعدت 2 طلبة او 3 طلبة او 5، فبنجي الفصل كله عن طريق العمل، ان انا بنجي العمل كله عن طريق ان انا عزلت 5 موظفين. مش بس الموظفين، كمان المتعاملين والمترددين. تمام، فده كلام مهم جدا.
ويجب ان احنا نستوعب الامور دي كويس جدا، ونتمنى الصحه والشفاء للجميع. الناس النهارده مشغوله بالفيروسات التنفسيه، وكل الناس مشغوله على اطفالها وكبار السن بسبب انتشار الفيروسات التنفسيه. طب ليه الفيروسات التنفسيه دلوقتي يعني الناس خايفه منها؟ لان اولا احنا في الفصل اللي هو بين الصيف والشتاء، وده الفصل اللي بتزدهر فيه كل الفيروسات التنفسيه. اشهرهم فيروس الانفلونزا والفيروسات الشبيهه بالانفلونزا، فيروس الزكام، والفيروس اللي الناس بتتكلم عليه كتير دلوقتي اللي هو المخلاوي التنفسي، وفيروسات انواع مختلفه من الكورونا فيروس، مش الكورونا فيروس اللي هي اللي سببت الوباء الاخير. كل دي بتزدهر في الوقت ده هوت اللي هو شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، بتزدهر جدا الفيروسات دهيت. بيساعد الانتشار بتاعها ان ده برضك الوقت اللي المدارس بتخش فيه، وطبعا بيبقى فيه تجمعات كتير بتساعد على الانتشار السريع للعدوى. العدوى بتنتشر اكتر شيء عن طريق الرذاذ، يعني الرذاذ هو الناقل الرئيسي للعدوى. كمان لو في يعني منطقة مزدحمة بينتشر عن طريق الهواء، فده سبب سرعة انتشار الفيروسات دهية. طب هل الفيروسات دي لها خطورة واحدة بالنسبة لكل الناس؟ لا، في مجموعات بتبقى الفيروسات أخطر شوية. طبعا أطفالنا بالذات اللي تحت سنتين، كبار السن، الناس اللي بيعاني من أمراض مزمنة، كل دول بيبقى الفيروسات بالنسبة لهم تحمل بعض الخطورة. بالنسبة للأطفال بالذات الجهاز التنفسي بتاعهم كل حاجة فيه صغيرة، يعني القصبة الهوائية صغيرة، القصيبات صغيرة، فده بيساعد ان لما اي فيروس بيحدث وبيحصل بعض الالتهابات في الجهاز التنفسي بيحصل نوع من الضيق التنفسي. فالأطفال بالذات معرضين لبعض الخطورة لو أصابتهم هذه الفيروسات، بس بنسبة بسيطة، ومش عايز الناس تنزعج جداً لان علاجها بتبقى بسيطه. دايما لما نبتدي نفكر في العلاجات نفكر في الحاجات الطبيعيه. ايه الحاجات الطبيعيه؟ يعني المشروبات الساخنه، طبعا نعتني بالغذاء، الغذاء مهم جدا، لازم ناخد فاكهه وتكون حاجات طبيعيه، نبعد عن الاكل المصنعات والحاجات اللي فيها اضافات مش طبيعيه. يعني لابد ان احنا نعتمد على الحاجات الطبيعيه لانها فيها مضادات الاكسده وفيها الفيتامينات اللي بتحمي اطفالنا من هذا المرض، او حتى لو حصل بتبقى تخلي شدته بسيطه. برضك لازم نبعد عن الاماكن المزدحمه، نهتم بغسيل الايدي، نبعد عن التدخين خالص. يا ريت كل اب يعني يفهم ان التدخين ده بيضر اطفاله، فيعني يا ريت يعني يبعد خطر التدخين عن الاطفال. حتى لو ما دخنش قصادهم مباشرة بيبقى فيه أثار للتدخين غير مباشرة. برضك لازم نعرف إيه علامات الخطورة. لو حسينا إن أطفالنا عندهم يعني في سرعة في التنفس، في كحة مستمرة، لابد هنا إن هو يعني نعرض نفسنا على الطبيب. الفيروسات دي يعني اختفت لبعض الفترة، لأن إحنا أثناء مرض الكورونا أو الكوفيد 19 الناس خدت اجراءات الوقايه، فكان يعني كل الناس لبست ماسكات وحاولوا يبتعدوا عن الاماكن الازدحام. طبعا مع عوده الحياه الطبيعيه عادت الفيروسات دي للانتشار، فاحنا برضك باكد ان احنا نحاول نبعد عن الاماكن المزدحمه، نهتم بغسيل الايد. بالنسبه اللي في البيت كل واحد ليه ادواته، حتى ممكن نبعد عن استخدام الحاجات المشتركه، يبقى نستخدم مثلا الورق مثلا زي الكلينكس والحاجات دي، نبعد عن استخدام البشاكير المشتركه وكده، ان هي دي من اكتر الحاجات اللي بتنقل العدوى. اخيرا لازم نطمن الناس الفيروسات دي بسيطه وقديمه جدا، ودايما المنظومه الصحيه في مصر قويه جدا وبتعرف تتعامل مع هذه الازمات. ويعني عايز اطمن الناس كلها ما تقلقش، الفيروسات دي بطبعها ضعيفه وبطبعها هتنتهي يعني فتره وجيزه. كل المطلوب ان احنا لازم ناخد اجراءات الوقايه، ولازم ان احنا لو حسينا ان في بعض علامات الخطوره ان احنا نتوجه للطبيب، وانا متاكد ان كل الحالات يعني هتاخد العنايه الطبيه، وان شاء الله يعني نتمنى السلامه لكل الناس ولاطفالنا بالذات. احنا بنتخيل او بنشوف ان الطفل عندنا بقى فعلا
مصاب بأحد الفيروسات اللي هي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي ما بين جيوب أنفية أو الحلق أو الرئة، على أساس يعني اللي احنا بنقول عليها النزلة الشعبية. أول حاجة بعملها الطفل ده لازم أخلاقيا ما يروحش المدرسة، لازم أقعده معايا في البيت وأبعده عن إنه يعدي الأطفال التانيين، بحيث إن أنا كده أحاول إن أنا ألم الفيروس بحيث إن هو ما ينتشرش أكتر. الأم بقى مهم جدا ليها، الطفل ده لازم يرتاح جدا، لازم يبقى مرتاح، لازم يكون بياخد سوائل كتير جدا، قاعد في البيت، ما أمنع اختلاطه بقدر الإمكان مع حتى الأطفال التانيين، وأحاول إن أنا يعني أعمل له عزل كده بحيث إن أنا أقلل فرصة انتشار الفيروس. طيب الأم دلوقتي مفروض تعمل إيه؟ الأم إحنا بنديها فرصة، طالما الموضوع ممكن يكون رشح خفيف أو حرارة خفيفة، ممكن نبتدي بالحاجات اللي هي مخفضات الحرارة. طبعا بالنسبة للأطفال إحنا عندنا الباراسيتامول بأنواع مختلفة اللي موجودة، من حقنا إن إحنا نستعمله ونقعد بيه ما بين 3-5 أيام طالما ما فيش أعراض تانية ظهرت. لو ظهرت أعراض تانية زي الكحة الشديدة، لا، أنا لازم الطفل ده أعرضه على الطبيب ولازم يسمع صدره ويطمن إن القصة برضو لسه في الجهاز التنفسي العلوي، ما دخلناش في مشكلة في الرئة، ودي حاجة من الحاجات المهمة قوي. طيب الأم مقعدة الطفل في البيت ومريحاه وبتديله طبعا زي ما قلنا سوائل، وبتأكله بقدر الإمكان يعني أكل متوازن وأكل جيد. ممكن يكون الطفل في الفترة دي ما عندوش نفس يأكل قوي، أنا ما خصمش عليه، أنا هسيبه براحته قدر الإمكان، بعرض عليه الحاجات الخفيفة والأكلات الخفيفة بحيث ان انا ما يعني ما مضطر، ما ممكن يقلب معايا بقيء لو انا اكلته غصب عنه، وده مش مطلوب من الام. سوائل كتير، راحه تامه، غالبا 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 الفيروس بيقعد 3-5 ايام وبينتهي وما بيبقاش عندنا اي مشكله تانية. لا قدر الله لو قعدنا اكتر من 5 ايام او ظهرت اعراض تانية، لازم الطفل يتعرض على الطبيب. كون ان بقى اسمع جارتي قالت لي، صاحبتي قالت لي، ده كلام ما ينفعش ومش مفروض ان انا امشي عليه. انا كطبيب بقول 3 ايام للام حقها تدي خفض حراره طالما الاعراض خفيفه، ممكن اعمل محلول ملح خفيف بحيث ان انا اقلل الرشح بتاع الطفل، مفيش مشكله. واهم حاجه زي ما قلت الراحه 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 والعزل عشان ما الفيروس ده ما ينتشرش في اماكن تانية. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم اللي هو الفيروسات او الادوار اللي بتحصل في الشتاء للاطفال. انا بتكلم في اطفال عشان تخصصي. الاطفال في عوامل مؤثره فيهم بتخليهم هم بذاتهم يعني عندهم القابليه انهم يبقوا معرضين اكتر لادوار البرد والزكام والانفلونزا، لان هم السن بتاعهم بيبقى المناعه لسه مش مكتمله. الحقيقه المناعه مش مكتمله ومحتاجه دايما يبقى في زي ايه مساعده خارجيه. المساعده دي بقى احنا هنتكلم عليها في الوقايه. كمان برضو مش بس الاطفال علشان بذاتهم، لا، العوامل المحيطه بيهم، ان الاطفال دايما بيبقوا معرضين ان هم ممكن لو اطفال كبار في المدرسه بيبقوا في اماكن مزدحمه، الفصل مزدحم، او لو سن اصغر برضو الحضانات، وان هم برضو مش بيبقوا عارفين يعني حافظوا على نفسهم بالعوامل اللي المفروض يعني المفروض يبقى في تباعد بينهم وبين حواليهم. يعني العوامل اللي هم بيستخدموا يعني اللي هم المفروض يحافظوا على نفسهم بيها، غسيل الايدين، التباعد، لو حد عطس او كح او الرزاز مع الكلام هيبقى برضو مش عارفين يحافظوا على نفسهم. فهيبقى احنا عندنا الاطفال عوامل الخطوره بذاتهم والعوامل المحيطه بيهم. الحقيقه عشان الوقايه بقى من الفيروسات اللي هي عددها كبير جدا، وطبعا بتبقى
الفيروسات كمان مش بس عددها كبير بتتحور وبتتغير. فالحقيقة الأم بتبقى في فترة معينة، الأطفال اللي هم قبل المدرسة واللي هم صغيرين بيبقى الأم هي المسؤولة عن صحتهم، بداية من الأطفال اللي هم حديث الولادة والرضع. الرضع دول أهم حاجة فيهم إن هم العادات الاجتماعية الغلط اللي تقبلهم، أو إن هم حضنهم وإن هم قريبين من حد حتى لو مش ظاهر عليه أي أعراض، لا هم ممكن قوي حاجة مش ظاهرة على الكبير تأثر فيه، فيبقى لازم يبقى نحافظ عليهم. تاني حاجة إحنا يعني بنأكد وبنسترس على موضوع الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية الحقيقة مش بس يعني كغذائيا مهمة، لا هي كمان مناعيا مهمة، لأن لبن الأم مش بس بيدي الغذاء المتكامل، بيدي الوقاية من أمراض كتيرة ومن ضمنها أمراض الجهاز التنفسي. فيبقى حديث الولادة والرضع ضروري نأكد على موضوع الرضاعة الطبيعية. بعد الرضاعة الطبيعية لو لا قدر الله يعني لأي سبب ما قدروا يستفيدوا بالرضاعة الطبيعية في أي، يبقى لازم برضو يبقى الأكل صحي 100%. والأكل الصحي 100% مش بس كميته، لا نوعيته. يعني احنا دلوقتي المفروض كل الأمهات عارفين انه دلوقتي في الفيتامينز اللي المفروض ياخدوها، وحتى دلوقتي حديث الولادة بيبتدوا فيتامين دي. يعني كنا زمان احنا بلد مشمسة، فلا فيتامين دي دلوقتي بنبتدي من حديث الولادة من ساعة ما يتولد المفروض ياخد فيتامين دي جرعة وقائية، ما بنقولش ان هو لسه عيان، ده جرعة وقائية. والأكل بقى الأهم حاجة يكون الأكل الصحي اللي هو متنوع وفيه الحاجات اللي تخليه ينمو بصورة طبيعية، لأن احنا عندنا الطفل أهم مرحلة من حياته النمو، نمو جسماني وعقلي، فيبقى لازم صحته تبقى يعني مظبوطة. فيبقى الأكل كنوعية وككمية، ما نفرحش قوي إن الأمهات تبقى عايزة تدي الحاجات اللي هي النشويات والسكريات، لا احنا المفروض في أول سنتين من عمر الطفل المفروض لا بيدوق ملح ولا سكر، المفروض علشان ما نعودوش على نمط غذائي معين، لكن نديله الحاجات المفيدة اللي هي يعني الحاجات زي الخضروات الطازجة لازم يبقى في أكله، الشوربة، الحاجات البروتينات. والبروتينات على حسب سن بقى كل طفل، احنا مش هنقدر نقول يعني مثلا اقل من 6-17 غير الاكبر غير حجما. كل امهات دي لازم بتاخد النصيحه الغذائيه من يعني طبيبها، طبيب الطفل المعالج، لان دي مهمه جدا. الوقايه خير من العلاج، والوقايه غير غذائيا برضو انه يبقى المفروض يبقى في أماكن مفتوحة. يعني في الشتاء غصب عننا بقى بنبقى قاعدين مقفلين، لكن برضو الحاجة المهمة إنه ما يبقاش تغيير الجو فجأة. يعني ما يبقاش مثلا قاعد الولد في أوضة فيها دفاية وفجأة يطلع على أوضة، ده غلط، ده ممكن لأنه